بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم وقاتليهم وغاصبيهم أجمعين. أما بعد، كتاب تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، تأليف محمد بن جرير الطبري، المجلد الثاني، طبعة دار الكتب العلمية، في الصفحة 233. قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن زياد قال: أتى عمر بن الخطاب منزل علي عليه السلام، وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال: والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة. فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف، فعثر فسقط السيف من يده، فوثبوا عليه فأخذوه. انظروا إلى هذه الكلمة التي أقسم عليها عمر بن الخطاب، يقول: والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة. فهذه بيعة إكراه، إذ كان أهل البيت عليهم السلام، علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، كانوا رافضين لبيعة أبي بكر، ما كانوا يريدون الدخول في حكمه، يرون أنه كان غاصبا للحكم ظالما. ولذلك عمر بن الخطاب أراد أن ينتزع البيعة منهم بالإكراه، يقول: لتخرجن إلى البيعة أو لأحرقن عليكم. أراد عمر الناصبي المجرم الغاصب إحراق بيت السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.